عبر الهاتف من بنغازي مباشرة ينضم لنا السيد وحيد الزوي المتحدث باسم كتيبة شهداء الزاوية المجحفلة. سيد الزوي أو سيد وحيد، مساء الخير، أهلا بك معنا. تم تحرير بنغازي إذن من داعش بعد كل هذه السنوات، الآن ما الخطوة التالية على الأرض؟ كيف تتم عمليات التمشيط والتطهير وماذا خلف داعش بالضبط في بنغازي؟ لا يفترض على سلام الله، الحمد لله على هذه الانتصارات. إلى هذه اللحظة لا زال قواتنا تقوم بالتمشيط في داخل منطقة الصابغ سوق الحوت. إلى هذه اللحظات يعني يقوم بفتح الممرات والدخول إلى البيوت والمخازن تفتيشها. طبعا الخطوات القادمة هي إغلاق هذه المنطقة لحرية حركة الأمس العسكرية فيها، لإزالة التفخيخ الذي منه كثير جدا 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 كلما تم فتحه وممرات لتقدم القوات المسلحه، ولا تزال الامور صعبه قليلا على عوده المدنيين. اما الخطوات القادمه بعد ذلك فنحن في انتظار تعليمات القياده العامه لكل قوات الوحدات التي اكملت التحرير في مدينه بنغازي. طيب متى من المتوقع ان يتم تمشيط والتطهير الكامل لبنغازي؟ هي فعليا نحن نقول ان الليله هي اخر مكان، هو كان مستشفى الجمهوريه تم اقتحامه العصر، فالبحث عن افراد فقط يعني هو يعتبر محرر ان شاء الله. طيب ماذا بالنسبه للارهابيين الذين تم طردهم؟ الى اين اتجهوا؟ وهل ما مصيرهم؟ هل تم قتلهم ام فروا وباتجاه اين؟ منذ يوم امس تم القبض على عدد كبير جدا، قد قدر يومئذ العدد 65 شخص تم تسليمهم الى الجهات الامنيه. اما عدد القتلى فهو كبير يعني موجود، ولا زال في تفتيش. اليوم صباحا تم القبض على 11 شخصا مختبئين باحدى المدارس، ولا تزال عمليه التمشيط موجوده، لكن لا يبدو ان هناك شخص، البعض كان قد فر عن طريق البحر من مده وترك الموجودين حاليا. وكما تم عثرنا على عائلات محاصره منذ سنتين في هذه المكان وتم اخراجها بفضل الله. طيب المواطنون يعني تغمرهم الفرحة ويعني سعيدون جدا بتحرير مدينتهم، الغالبية ستكون لديهم ربما الرغبة في العودة إلى حياتهم إلى منازلهم، ما توجيهاتكم لهم في الوقت الحالي للمدنيين؟ هو صراحة نحن في ميزة أن المنطقة الصابري هذه أغلب مهجرين شباب، كثيرين منهم كانوا يقاتلوا مع القوات المسلحة، حتى أن بعضهم كان يبيت ليلة البارحة بات في بيته بعد 3 سنوات من التهجير. فهم شافوا كل شيء بعيونهم ونقلوا الصورة إلى أهاليهم، والقوات المسلحة تناشد المواطنين أن يتريثوا قليلا حتى يتم التمشيط وإزالة الألغام ثم يعودوا إلى مناطقهم. الكارثة الأكبر هي الكارثة البيئية في المنطقة، أكثر حتى من كارثة الألغام. المنطقة تحتاج إلى مجهودات كبيرة جدا لتطهيرها من الآفات والأمراض والمياه الراكدة الخضراء الموجودة فيها. شكرا لك وحيد الزوي المتحدث باسم كتيبة شهداء الزاوية المجحفلة، كنت معنا عبر الهاتف مباشرة من بنغازي، شكرا جزيلا لك.